نهضروا كوميرسيال بمناسبه بلاك فرايداي نشوفوا شنو كاين. جيت انا وانا اللي كتقرا معايا دابا هي اللي كتخرج في التصاور وقلت اجي نهضر معكم. المهم كما قلت لكم اليوم غنسجل لكم ونحاول نشوف لقيت لكم شي ميزات ولا هذا غنقول لكم شنو كاين. نحاول نحط لكم هذا الفيديو نيت اليوم باش الا كان شي حاجه تقدروا تلقاو واحد السبت لحقاش اغلبيه المحلات كيديروا جمعه سبت واحد صافي. انا دابا دخلت لاتشيمن نوريكم تقريبا شنو كاين. عجبني بنات هاد الخرسي هذا شفتو في اتش ام كيما كتشوفوا كيجي اوفر سايز يعني كيجي الكمام ديالو واسعين ومقبوطين شويه من اليدين صراحه طويل وعرفتي القطن ديالو رطيب طب رطيب طب رطيب طب. وبالنسبه للقميص جاي راه طويله ما الا تعجبكم ولا شي حاجه. مهم التريكو البنات راه الثمن ديالو داير 30 اورو هادو ما دايرينش فيهم 20% ما دايرين 20% بعد الحاجات. وعجبتني حتى القميص صراحه الديتايل ديال اللي هنايا في الكمام جات غزال والتوب ديالو هو غزال واللوين تا هو كيحمق وطويله بالنسبه للبنات اللي كيعجبكم الحوايج طوالين. اما المونطو ما نعاود ليكمش حمقني غير كنشوف الثمن ديال 100 اورو. وعاوتاني البنات هذا هو الستيل ديال السراول اللي كيعجبني صراحه التوب ديالو غزال غزال بزاف 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 والثمن كان يمكن لك 20 اورو. وهنا كنوريكم لي زاكسسوار اللي كاينين بالنسبه للبنات اللي كنتو حاطين عينيكم على شي حاجه ناقصين فيهم 20% اغلبيه الحاجه دايرين فيهم 20% في اتش ام البنات. المهم بغيتو تمشي ورا غدا باقي داكشي اغلبيه المحلات غيزيدو غدا والحد والاثنين. وحمقاتني هذيك السيوه جاتني ستيل ديالها بحال الشكل ديال ستيل باكستاني لحقا جات سامبل ومن هنا فيها هذا الحجر هذا جات كتحمق تقدروا تلبسوها هكا فشي مناسبه مع شي سروال كحال تجي غزاله في اللبسه صراحه يعني على حساب لي زاكسسوار اللي دير ليها تجي غزاله لحقا جات سامبل. الثمن ديالها يمكن لها كان بنات شي 40. واكثر حاجه عجبتني هو هذا الخرسي هذا تا هو كحل كري غامق تا هو عرفتي غزال الا بغيتو زعما هاد الستيل البنات كتقلبوا عليهم كاين في اتش ام اي وكانوا يمكن لها دايرين لهم 20% هادو وكان الثمن ديالو 29 يعني 30 اور. دابا يلاه دخلت لكيكو مع ما كيخليوش التصوير راكم عارفين بغيت نقول لكم نشرح لكم راه دايرين دابا واحد البروموسيون غادي كيديروا ثلاثه كتاخذوا ثلاثه ما كتاخذوا سته البرودكتوس يعني كتخلصوا ثلاثه وثلاثه كديهم فابور يعني الا كنتو باغي الماكياج ولا محتاجين الماكياج نتوما وصحاباتكم ولا خواتاتكم المهم راكم عارفين تجيو تشريو مثلا سته المنتجات وتخلصوا غير ثلاثه يخرج لكم كلشي بحال اللي قلتو في النص ديال الثمن صراحه جد مناسب. لهذا الا كنتو حاطين عينيكم على شي حاجه في كيكو استغلوا هذه الفرصه هذه وخذوا داكشي اللي بغيتو. مشيت شفت ولكن ما قدرتش نسجل لكم كلشي اصلا ممنوع التسجيل في كيكو. بالنسبه للبنات اللي كتسولوني دائما على الساعه ديالي انا البنات ساعتي من عند ماسيمو دوتي قلت لكم شحال مره كنجاوبكم لكن سبحان الله السؤال تجيني ديما 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 وريتكم هاد الساعه هادي لحقاش عجباتني مادام كيعجبكم السيد ديالي قدرت تعجبكم. وصراحه السوايع كلهم في بارفو داير لهم 30 اورو تقريبا كاملين يعني هذوك من الاثمنه ديالهم 30 كذا 30 كذا 20 كما كتشوفوا وناقصين فيهم 20% في المحل كامل يعني بارفو كامل داير لهم 20% صراحه عندهم سويعات زوينين. كنت باغي ناخذ هذيك فيها الدوغي والنقري ولكن في الاخر ما خديتهاش شوفوا هذه بحال المناسبات. مهم عندهم صراحه الكاليتي مزيانه يعني على حسب الثمن اللي دايرين راه الكاليتي مزيانه زعما عدي وصافي راكم عارفين المناسبات وصافي يعني ماشي بحال ماشي الكورس ولا ولكن مسيك واحد الماركه اللي هي زوينه تتصبر يعني الا حاولتوا عليها كتصبر. وكما قلت لكم عندهم داكشي غزال وكما كتشوفوا جميع الاذواق وكما قلت لكم راه سولت لكم قالت لي راه دايرين 20% في المحل كامل ولقيت عندهم هاد الصباط هذا لحقاش كتشوفوا الصباط اللي كيشبه ليه ديما كتسولوني منين ها هما دايرينهم هما عندهم هنايا ودايرين ليه 26 اورو 25.99 وتا هو فيه 20% صافي. هاد السيكان هادو اللي كنوريكم دابا راه دايرين لهم 50% لحقاش دايرين المحل كله 20% وواحد البارتي في المحل دايرين ليها 50% يعني شوفوا هاد الساك شحال كيحمق. عندهم السيكان صراحه غزالين تا هما كيصبروا من حفيت ليا مجربهم وغزالين. كنوريكم تقريبا الموديلات اللي كانوا تماك محطوطين ولكن كل بارفو شنو فيها تقدروا بارفو اللي عندكم تلقاو حاجات ماشي بحال هادو حسن ولا مهم وكثر لهذا راه دايرين في هاد البلاصه هادي اللي كنوريكم دايرين فيها 50% يعني نقدر بقى لكم الصاك ب 10 اورو ولا 15 راح عليكم رخيص ولا الصباط. خرجنا من بارفو وانت هما دايرين تخفيضات دايرين 20% و 50% صراحه جد مناسب والكاليتي ديالهم زوينه السوايع ودايرين في المحل كله 20% و 50%. المهم ديك الساعه نكتب لكم هنايا واش هاد لوفرتس غيبقاو يعني في هاد الفين دي سيمانه كامل باش غدا لبغيتو تمشيو. ودابا غندخلو للبريمار بريمارك صراحه جيت ندخل نقلب على سراول موم جينز لحقاش ما لقيتهمش في اي بلاصه. مشينا دابا لاتش ام اي ما لقيتهمش تماك لقيت دابا وحدين واخا مقطعين ولكن غندير ليهم نشري ديك الساقه اللي كدير في سراول مقطعين باش ما يبانش اللحم غنديرها ليهم. المهم تنشوف الا جاوا كدير اكيد غنوريهم لكم في شي هول
هو كما قلت لكم سي اغلبيه المحلات دايرين صراحه دايرين تخفيضات مزيانه يعني من 20% ل 50% كدي بعدا خصوصا مثلا دابا انا مثلا محتاجه سراول سروال كحل وهذاك السروال ديال موم جينز يعني اللهم ناخذ دابا ب 20% على اننا ناخذ بثمن حقيقي لانه اللي نقصت علينا كما كنقولوا راه تنفع وصافي. ومحتاجه الماكياج ماشي زعما الماكياج نشري لك كوراج شنو محتاجه الكريم اساسيه ليا والكوريكتور الكونسيلر صافي يعني عندي حاجات اللي محتاجه ليهم ماشي جايه زعما ندير شوبينغ غير ناخذ داكشي اللي تشهيت نو سينو حاجات محتاجه ليهم. وديك الساعه الا شفت راسي ما خسرتش بزاف وشريت غير داكشي اللي محتاجاه ديك الساعه نقدر نشري ليا شي حاجه كادو ليا وصافي لاني شحال هادي ما درت شوبينغ زعما في المحلات ماشي اونلاين. محلات صراحه ما تجيني ملي كندير شوبينغ في المحلات كنحس براسي حسن ملي كندير اونلاين كنرتاح ما عرفتش واش نتوما بحالي. وبغيت نشري لدنيا الطقاشر شي حاجات بحال داك الملابس الداخليه هنايا من هي بريمارك لحقاش تعجبوني صراحه ملي كضرب بهم واحد المده كيطرموا وكتشري وحدين اخرين وصافي لحقاش ملي كتشريهم شويه غاليين مثلا كضرب بهم واحد المده وكترميهم بحال لحقاش صافي كيتحبوا وكيخسروا واخا غاليين. لهذا داكشي اللي كنبغي نبدلو مره مره من الاحسن كنشري من بريمارك بحال كما قلت لكم تقاشر وداكشي ليها وصافي. انا غنشوف ديك الساعه شنو خديت ونشارك معكم الا بنت لي شي ميزه تسجل عليكم. انا بنت الجاكيت ديال 40 اورو كاين بالموطارد ممكن ب بلو ماري متوالين كلشي شي طول متنيس 30 درهم 27 طوالين ولكن فيهم شي بصاله زعما جاو سان ولكن راه سخاني كي دايرين من الداخل عم جيت الداري ما يضركمش دايركم ولكن تي سخان هاد الثوب هذا سخون عندهم هنايا وعاد باش هذا مجي للدار جيت الدار. نتوما البنات الا بغيتو تسراو تجي من بناتكم حيت انا حقر صراحه كان مره مره كناخذو من دريا من هنا عندهم كاع هادو الكحل والمقيطات نجين بارد نجين مغلوق وبالكري والكحل هانتوما كنتو محتاجين. وكاين عاوتاني هادو في سخانين توب ديالهم مهم هادو معرفتش شحال الثمن هاد دايرين 9 اورو يمكن هاد من هاد الجهة هادو دايرين 8 اورو هادو مهبطين ليهم الثمن كاين هنا البنات ب 6 اورو 50 صراحه ما كاينش شي فرق في الكاليتي يعني ما تقولوش زعما حقاش هادوك غاليين حسن هادو ما كاينش شي فرق. انا بعدا في الملمس وكلشي كيبان ليا نفس الكاليتي شفتو غير هادو راه فين صدافين هادو مثلا كيجيو بلا صدافي كيجيو جيجينز صافي صراحه مناسبين انت هنا هادو لكم جميع الالوان كما قلتو تقريبا هادو ديال 8 اورو كتحسبيهم مرطبين شويه وهادو شويه حشين صافي هذا هو الفرق. إلا بغيتو مرتبين خذوهم 8 أورو بغيتوهم عاديين وصافي تجين عادي خذوهم ديال 6 أورو 50 5 أورو 50 هادي ربي سبحان الله. بنات فاش كنجي هنا كنجي هاد البلاصة ديال البلاي ديال البنتات شفتو لحقاش كنبغي ناخذ الدنيا من هادو ولكن الحاجة اللي كنفهمش علاش كيخلطو الألوان معرفتش الجر الأحمر الغوز يعني كنفضل كون كيديرو مثلا الجزائر جوج بالغوز ولا الغوز مع البيج البلو ماغي مع الكحل الأحمر مع الباكيات كون فيها الأحمر يعني والكرون المهم مثلا بحال هادو مزيانين ولكن هادو أنا لا علاقة مثلا بهاد البيض مهم دابا نفضل كون تديروا واحد اللوينات اللي يجيو يعني مع بعضياتهم. انا مثلا دنيا ما كنلبسهاش انا نقدرش ندير هذا الابيض هذا ما نلبسها شي حاجه تجي معاه الاحمر يقدر يعني ما عارف يلعبوا على الالوان مثلا بحال هكا جا هذا الباك زوين فيه اللوينات اللي كيتلبسوا دابا هما هادو ما عرفتش المهم ديما كنفكر هكا ديال التفكير مثلا هذا مع ندير مثلا الكحل بالنقاط البيضين مع الاحمر مستوى بوكاندو. المهم بنات هادو الباكيتي كيدير 2 اورو كاع ديما كنشريهم لها من هنا صغارين أو 50 هذا تشالون هذا شنو عمري لا اكو في دو طاولا اسبانيول نزيد هاد اللوينات الدانيه يمكن غنديهم لا يمكن باقا ما قررتش كنت ديك الساعه نضرب دويره ونشوف واش هاد تلبس هاد اللوان هي بزاف بدات هادو بحال ستي ديال الفانس. انا جيت تضحكني هاد بريو تنقول انا شوف البري بري وانا نلقى فيهم هاد الستيلات ديال الفانس لقيتهم بالحال ناخذهم واعرين 13 اورو البنات لك كيعجبكم هاد البري عرفتي في ايام المدرسه كنت نحمق على شي حاجه سميتها البريو المهم كيحمقوا كيحمقوا شوفوا من بعيد كيبانوا قالت لي انا قالت لي هذا يجي معك غزال انت وانت يجي معك هذا غزال ميرا جيت با مينويو يلا كولبا دو ماريو قالت لك هذه تلبس هي هذا وقالت لك راه جيت لبسو بلاتي قالت لك يلبس قول نستا شو الراجل قالت لك يلبس سبايدر مان صديقها وانا قالت لك راجلي خول مي ماريدو سبايدر مان تو نويو خول مالا كي زاف بنات شو كان 11 درهم 15 شو بغيت لوين تواعريني هاد الحقل اللون هذا كيحمقني فوق ما شي حتى حاجه بيه عندي داك الجيلي توريتكم هو وهذا البيج شوفوا على لون جربته هذا
كتعاود مفتوح ما عرفتش صراحه اش من ريفيرونس وشوفوا كنظن هو هذا. المهم تنشوف فيكم لقيت واحد البنت خالي ساعه واحد اللون كان وصلتني عليه ساعه ما بانليش كاين هاد اللون هذا كيحمق مثلا ديال البريد ديال فوق العينين صمبرا عندهم بعض الضوء عندهم هذا عندهم ربع اورو زوين بحال مناسبة على داكشي فيها المات والبرية دايره 5 اورو صح راه شي خدا بيوتي لو كولور ديال ماما كتشولا تيم كوندو ديال 10 اورو كيا هذا ديال كبرتو هنا كيا هاي كل لونيا على بلاد بلاد اللي وانا دي عيانه صراحه لي واعره حتى تمام مكتوبه لو كولوري سي بوزا خاطر ديال هذا البنت لون واعرين صراحه واعره واعره هاد الباليت هادي كون ماشي جي ميركادونا ناخذها ولكن شي ديال ميركادونا ما نخصش فلوس صراحه بزاف ماكياج مؤخرا باش نشري ماكياج بزاف دير ريجيم على الماكياج استا كنت كوستافا استا اه سي 10 يورو 10 اورو يعني اللي بغا يشري واحد عاود ما يشري جوج ديال ميركادونا فيها الوان زايدين الوان تقريبا تقدروا تحتاجوا ديال السومبراس الوان كاملين داروهم هنا في هذا الباك هذا ودارو لهم 20 اورو يعني بحال اللي كيخدم الماكياج تجي مزيانه اسلام يما سي شوف البنات هادي دابا دارينهم صغارين بحال هاديك الصغار اللي بغيت تشريهم 53 زيانين صراحه سولوني على هادو مي كنخدم هادوك كنخدم ديال بريمان هادوك اللي عندي انا ديال الاورغانيزاسيون بريمان جابو ديال القطن بالنسبه للثمن هادو دايرين هادي 3 اورو وهادي ديال 4 اورو وهادي ديال القطن 3 اورو وجابو هاد الكبار هادو صراحه هما اللي بغيت دابا جورا كباري شفتو هادو كنظن كانوا دايرين 12 اورو صراحه هادي انا هادو هما اللي بغيت دابا بغيتهم زعما يكونوا عندي هي واحد الامريكي حمر لو نيسيسيتو احتاجها في حياتي غير شنو واعر 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 بابا نويل كون واو 7 اورو شو هادو البنات كيحمقو ومن اللور جاو سامبل بحال الشكل ديال ستيل ديال فيكتوريا سيكريت كيحمقني هاد اللوين هذا كيحمق كيحمق ثلاثة قداش عرفتي قداش صاك كبير معرفتش علاش مكاينش سنس يعني ماشي ديال السفر المهم ديال 7 اورو هادي ديال 4 ديال 4 اورو ديال ديال هاري بودر وهاد الساك هذا كان 16 داروا ليه 8 سي بغي غير لاورا كراتي المهم كاين هاد الستيل ما كاينش شي جديد صراحه في السيكان ما كاينش شي جديد البنات كنت كنت باغي استا 5 5 وهاديك الستيل اللي بغيتي خلا خلا نشري هاديك 30 اورو وكاين هادو تما 5 اورو صغارين بلا بلا دير لهم بالكحل يمكن بلا ماغيسي انا غناخد هادي كنت بلاصه ديكوراسيون عقلت باش كنت خديت بحال هادو ولكن مربعين وغارقين كنت خديتهم ب 50 دابا نقتل هاد عاوتاني ب 50 هادو تقدروا ديرهم فوق الطبله تحطوا فوقهم ديكوراسيون شميعه وداك داكشي المهم كل واحد يدير فيهم اللي بغا وعاوتاني كاين بالدوغي ولكن هادو انا قسم بالروز جولد دير لهم 5 اورو المهم دير ب 50 انا ناخذ جوج انا ناخذ جوج البنات باش نحطوا وحده يمكن المهم جوج ينفعوني ينفعوني هادو اصلا كينفعوا ديما البنات غارقين دير لهم 2 اورو وطيح التليفون عاوتاني شو ما تحت في بابي الحلة المهم شفتو الابيض نهاد جيت باش نقيس واحد نقيس السروال ديال الجين زيت الموم جينز وكحل المهم الكحل ما عرفتش علاش هذوك ديال 6 اورو كنت قلت زعما نجيو لوجه زوين ناخذ من عندي بي ديال 6 اورو في واحد الريحه ديال بحال ما عرفتش شمو هو ردوا عليا بحال ريحه الكبريت بحال ما عرفت صح ما غناخذوش لحقاش خديت واحد المره ديك الريحه ما كتحيدش المهم هاد الفون دابا اللي تصوروا عليه كنسقطوا عليه واحد لاباج نجمع كولابوراسيون بحق ما باقي ما حطيتهاش صيفطوا لي شحال هذا وما عمري شركتها معكم صراحه المهم قلت لكم سيدي شنو غسل اليوم بعد راه وريتكم درت الزيت ديالي هذا الباج هذا باش تشوفوا عن قرب شوفوا شنو كيدير هادو ديال الموسلين كنبيعهم انا في لاباج ديالي ديال انستغرام دانيا شوب لبست هذا البلايزر هذا نخلي لكم اللين ديالو هذا من المحل ديال ميسكوتيس كما غتشوفوا كيجي طويل مازال شوفوا الصبر ديالي المهم لبست تريكو هذا من ستادي باريوس هذا من هوت ميامي ستايل سروال صاف هذا هو اللي كيلبس اليوم بصراحه مريح لبست السبر ديالي هي هنا باش ما يدخل حتى شي واحد عرفني فين هنا صافي هذا هو اللوك ديال اليوم كي جاكم زوين انا نوريكم شويه ولا خفيف بالنسبه للبليزر كما كتشوفوا طويله هذا هو المهم جينز اللي خديت كما كتشوفوا خفيه تقطع كنت غادي نغطيه وهي تقول لي قالت لي انا قالت لي غيجي كبير قالت لي عرفتي راه كبير قلت لها انا مخيبه لك راه ما غاجينيش كبير وزيد 40 قلت لها انت تشوف لحقاش ما نخش 42 ونعيط لك تشوفي قلت لك اوه قالت لي كامله كتباني قالت لي ما كتبانيش زعما غليظه انت راه كيغلي وضخ المهم هذا ماشي قدام شفتوا واش القطايه
وهذا حتى هو راه 42 وما جاش قدي. انا كيما انا هش فهاد النوع، انا هز 16 اورو، انا هز 44 باش يلاه يجي قدي. صافي هادشي اللي زدت نقيس. انا زيت هاد التيشيرت هذا لقيتهم ديال غير 2 اورو صراحه، الفوق ديالو كيحمق هانتوما كما كتشوفوا، ومكتوب فيه موا اي توا، شبه جاني بحال ديك السيل اللي كتكون هنا مكتوبه سوبريم ولا هذوك ديال ليفين. شفتوا ودي غير 2 اورو، غير 2 اورو كما كتشوفوا كنت نلبسها هكا مع لا لقيت شي مون جينز اللي عجبني، شي جاكيت ديال الجين سينو الدار بورك كما قلت لكم نديرها واعر زوين. راه كاين زعما واحد الحوايج ديال النساء تلقى زوينين جابهم. شوفوا هذا كيحمقوا اللي ما كيديرش الزيت، هادو هادو واو سمعتي كيلو كيحمقوني هادو، مختارة كندير الكيبة مع الزيت ما كيبانوش. قميص طويل او زانا اليوم كيفاش تقدا والله عندي 25 صراحه تبي له واعر تبي له زوين زوين. دابا البنات دخلنا لبيرسكا ودايرين تقريبا في هاد البحال مثلا هاد المونطو دايرين فيه 50%، يعني غيقدر يبقى لكم 25 اورو. هادو حتى هما دايرين لهم 50%. حيدت لكم الصوت اللي كنت هضرت لحقاش الموسيقى مجهده بزاف والله الا بحال اللي مريحين في فارتي مجهده الصوت. سجلت لكم هاد المونطو بحال اللي توصلت به من عند شين وما عرفتش تما صراحه ما لقيتش الثمن ديالو، وريتكم هاد الخرسي ثاني كنت توصلت به بحالو من شين، وهذا داير 22 فاصله شي حاجه في شين صراحه كانت كيتقام شويه رخيص. وهاد المونطو دايرين فيه دايرين فيه 30% كما كتشوفوا، يعني المحل ديال برسكا كامل كاين فين دايرين 30% 20% 50% كل حاجه وشنو دايرين. وريتكم هاد السلاول هادو اللي كتعرفوا كيحمقني هاد الستيل، دايرين لهم حتى هما 25.99 ولكن ما فيهمش التخفيض. وصافي هاد المونطو راه دايره 50 اورو بحال اللي توصلت به من عند شين. دابا راه كنا برسكا ما قلتاش لكم، المهم راه دايرين تخفيضات واعرين، خصوصا المونطو دايرين ب 50% دوك كاع اللي وريتكم دايرين بهم 50%. ودابا غندخلو بولاند بير، ودابا دخلت بولاند بير هي صراحه التخفيضات ما دايرينش بزاف وما داير يعني ما عارف شي حوايج وصافي اللي ناقصين منهم شويه وصافي صراحه ما لقيت شي حاجه. بنات بحال خرجت من بولاند بير صراحه ما عجبني حتى شي حاجه هاد المره، جايبين داك الشتي القديم يعني وقصير ما كاينش داكشي طويل. قلت لها لو بغيتي تمشي تشري بحال هاد الحوايج قلت لها خسر فلوسك هنا بولاند بير وداكشي، سير السوق ديال القديم ونيت بصح تلقى شي حاجه لحقاش الشتي القديم يعني خرسي بحال اللي ملبوس عام هذا ولا ماشي ملبوس بحال زعما ديك الستيل ديال التسعينات. هذا غنمشي في السوق القديم تلقى داكشي تلقاه، هي سمعت عجبها داكشي القديم قلت لها عوض ما تشري من هنا السي القديم راه ما خديني شي حاجه فينتاج ديال بصح. صافي دابا غندخل بريمور ونتقدا شي حاجه خاصاني. دابا البنات جيت برا فارماسيا ديال بريمور باش نشوف شي حوايج خاصيني. هادو البنات قالت لي على واحد البنت على حساب الحبوب قالت لك زوينه كنت غادي نجربها ونرد عليكم. هادي واحد الماركه تقريبا ناتورال داكشي، المهم عندهم بزاف ديال الحاجات شفتوا كاينه في بريمور. انا يلا خرجت من بريمور عرفتي عييت جاكيطه والهادشي اللي هازه عييت بزاف، ولفت الكارو عرفتي دروني يدي والله الا دروني يدي. المهم خرجت من بريمور كنت باغا نهز حاجات اخرين ولكن صراحه ما بغيتش نخسر اكثر من داكشي اللي محتاجه. المهم بعدا نوريكم ديك الساعه ان شاء الله مهول ونوريكم كاع داكشي شريت في هاد بلاك فرايداي. هلا هذه قالت لي انا راه شوفي زعما كتبين عجبتها وانا نوريكم واحد القميجه اللي كاينه بحال موريتكم بحال في سميتو في بريمارك، وهنايا صراحه كانت غاليه دايره يمكن لا 39 فاصله شي حاجه، راني كنقلب لكم على التيكيت باش نقول لكم الثمن يمكن لا كانت 39. وثاني بحال هذا الستيل هذه هنا شويه غاليه وكاينه بحالها في شين، وكاين عندهم ثاني بحال الستيل ديال السراول اللي قلت لكم التوب ديال هادو ديال زارا واعر داير 29 فاصله شي حاجه ما ناقصينش منهم. كاين شي بلايص هما ناقصين منهم وشي حوايج لا ما ناقصينش منهم. صوريتكم هذا المونطو حقاش كان الثمن ديالو يمكن شي 20 اورو ناقصين منه. وكنوريكم هنا نويبا كوليكسيون لا بتعرفوا شنو كيف المحل ودايرين فيها كما كتشوفوا 20% اغلبيه الحاجه تاع 20% اللي دايرين فيها في زارا. بوركي تط بنات حنا يلا خرجنا دابا غنمشيو نشوفو الدران شنو ساعه كاينه. كاين واحد البريد زوين ماشي البرد بزاف سين واحد البريد خفيف تندير يدي بحال هكا باش ما يبانوش الناس ما عارفين حتى راه من يعني الناس ما نشدوش الناس اللي ما عندهم تعلق معنا مع القناه ديالنا. عرفتي البنات تلاقيت مع ثلاثه البنات لا ما عرفت اربعه عرفوني بسبب القناه تيقول لي عواطف صاوبت حافظه هاد القضيه خاصه باش كنجي لالتشي ولا في اوريغ ولا في سنتر كوميرسيال اغلبيه الناس كنتلاقى بهم كيتبعيني في القناه. لهذا بوسه كبيره لكم عاوتاني وشكرا بزاف لانكم جيتوا سلمتوا عليا والله شكرا بزاف 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 بوسه كبيره لكم.
صار البنات حنا دابا يلاه تغدينا وغادي نمشيو نشدو التران. صراحه دوزنا نهار زوين، الجو غزال وصافي. هادشي اللي كاين بنتنا، غير التران يجيو غادي نمشيو. وبالنسبه للتخفيضات كيف ما قلت لكم، كنظن اغلبيه المحلات غيكونوا غدا. غادي نحط لكم هذا الفيديو ان شاء الله هذه الليله هذه، وراني وريتكم لايس كندخل اليوم نورمالمون دي راهم دايرين 20% 50% وشي بلايص وصلوا 70%، ولكن ماشي كلشي. المحلات اللي مولفين كتعرفوا بيرسكا مثلا وصلوا 50%، بولاند باير داير شي حوايج 20% وشي حوايج 50%، ولكن الصراحه بان ليا فين مكثرين هي في بيرسكا. الحقه ديال مونطواط 50%، يعني الا كان ب 40 بكذا 40 يورو يطلع لكم كذا 20، يطلع لكم ثمن جد مناسب. صافي البنات، هادشي اللي بان ليا. بريمارك بحال ديما راكم عارفين ما كاينش تخفيضات، لانه دائما الاثمنه مناسبه. وان شاء الله غندير لكم ديك الساعه هول هادشي كاع اللي خديت من بريمور ومن كلشي. بريمور البنات دايرين 3 في 2 في الماكياج بحال ديما، حتى هما كيديروا 3 في 2 دائما، ودايرين 15% في الحاجه ديال البارافارماسيا، الصابون ولا اللي كنتو كتشري شي حاجه بحال هكا ديال الحبوب ولا صابون خاص. المهم داكشي كيكون في بريمور راه دايرين فيهم دابا 15%، ماشي شي حاجه ولكن اللهم هكاك ولا الثمن ديالها الحقيقي. وصافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشيو نشدو التران. كنتمنى يكون عجبكم الفلوغ ونكون فدتكم. بوسه كبيره.